وهذه مسألة مهمة إخواني في الله، وهي من باب توزيع الأحمال. فيد الله على الجماعة، فلا بد من توزيع الأحمال. فمن الخطأ أن نقول أننا نريد من جميع الأمة أن يصبحوا من العلماء وطلبة العلم، لا، فالأمة موزعة، فهناك من يتوجه إلى علم الدنيا، وهناك من يتوجه إلى علم الشرع، وهناك من يقوم بمصالح الأمة. ولكن أشرف هذه الأمور وأعلاها من حصل علم الكتاب والسنة، فهنا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فانظروا إلى هذا الحديث كيف فيه تطبيق عملي من الصحابة رضوان الله عليهم في التناوب في العلم.